بس مريضة بالنسبة لي أخت ولها يعني علاقة كبيرة في نجاح برنامجنا صراحة. ما شاء الله كانت ملتزمة دائما وكنا متعاونين في أمور كثيرة والحمد لله كنا نحاول إن نبين هالأمور حق الناس، الناس تفهم ويستفيدون الناس. الفكرة إن طبعا عشان أعطيكم تاريخ بسيط عن البرنامج شلون بدأ. أول ما بديت حسب الاطلاعات من اطلاعات من سنة 1920 قبل كنت أقرأ في مقالات إن الدهون واللحوم كان يعطون حق الناس الأطفال اللي كان فيهم نوع من الصرع، ها؟ فيعطونهم 4 سنوات والعلاج كان ممتاز. دون 70% 80% من الدهنيات كان يعطون حق الأطفال اللي عندهم أمراض الصرع. عارفون الصرع شنو؟ والتالي النتائج كانت جيدة وأحسن من العلاج، لأن بالذات الطفل ما يأخذ الأدوية، فكان يعطون على هيئة الأكل. وشاف ما شافوا أي ضرر من وراء الشيء، يعني ما شافوا. اللهم إلا بعد 5 سنوات 8% ما 6% تقريبا تطور عندهم حصاوي بالكلى. حصاوي بالكلى عملية سهلة جدا مقارنة في علاج المرض المزمن اللي الأب والأم والطفل كان يعاني منه. وبالتالي شافوا البرنامج لمعنى، تطور الموضوع إلى أكثر من هالشيء. سنة 1911 يعني قبل تقريبا 80 سنة أو 85 سنة ما كانت حالات أمراض القلب بتاتا، يعني ماكو. الناس كانوا يموتون بالشيخوخة، هذا أمريكا قاعد يتكلم، ها؟ وكان يأكلون أكل طبيعي، دهون، شحوم وإلى آخره. حالة واحدة سنة 1912 كتبوها في مجلة طبية أمريكية إن سكتة قلبية حصل مع الشخص، بس شخص واحد. تتصوروا الحين إحنا شباب عندنا 30 سنة ويفنقش، ها، ويتوفى الله يرحمه، زين. وبالتالي شفنا إحنا الموضوع أكثر من هذا. فشنو السبب الحين الأمراض، أمراض القلب، أمراض الكوليسترول، أمراض السكر بازدياد مقارنة في المشاكل أو في مقارنة في السنوات الماضية اللي ما كانت شيء؟ شافوا إن المصانع قامت تنتج تنقي الحبوب والباجلة والغلب كلهم يطلعون بطريقة أسلوب إن يشيلون أشياء زينة النخالة مثلا يقطونهم برا ويعطون الشيء الأبيض العيش اللي حنا ناكله أو الرز اللي ناكله حلو نستانس ناكلها. عقب نص ساعة حنا خايفين نفسنا ما نشوف طريقة وننام، عقب ساعتين 3 ساعات نقعد من النوم نحس باليوع مرة ثانية، نروح نفتح الثلاجة، ها، ندور لنا كيك، ندور لنا، المهم يوع على 24 ساعة ناكل. مو ناكل لأن نفسيتنا، ناكل لأن الغذاء، المواد اللي ناكلها إيه تشجعنا على الأكل. هذا السبب الرئيسي. فقالوا زين إحنا ليش ما نقدر